السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة الجديدة تاع اليوم. كيف ما عودتكم دائما، وصفات طبيعية وصحية وغير مكلفة. هذه الوصفة هذه تاع اليوم خاصة بعلاج الشعر الجاف والمتضرر. هذه الوصفة هذه حبيت أنني نشاركها معكم اليوم، هي من ضمن عدة وصفات اللي مطروحة في قناة جرب وحكم، وصفات فعالة ومجربة. هاد الوصفة هذه تاع اليوم كيف ما ذكرت لكم خاصة يعني النساء اللي عندهم الشعر ديالهم، أو الفتيات اللي عندهم الشعر ديالهم جاف وخشين ومتضرر. عندنا فيها ثلاثة ديال المكونات، كنستعملوها أحبائي الأعزاء جوج المرات في الأسبوع قبل الذهاب إلى الحمام. يمكن لكم تستعملوها دائما يعني جوج المرات في الأسبوع. المكونات ديال هذه الوصفة اللي غنحتاجو فيها كيف ما كتشاهدوا عسل النحل، وغادي نحتاجو أيضا زيت اللوز الحلو، وغادي نحتاجو واحد ياغورت طبيعي، يعني ياغورت طبيعي هو متوفر في جميع المحلات. طريقه ديال التحضير ديال هذه الوصفه هذه، اول حاجه غادي نستعملوها يعني باش نحضروا هذه الوصفه هذه، غادي ناخذوا ثلاثه المعالق كبار من زيت اللوز الحلو، وغادي نضيفوا عليهم ثلاثه المعالق كبار من العسل ديال النحل، ونديرهم في اناء يعني في حمام مريم حتى نحصلوا على واحد الخليط متجانس. علاش غنديروهم في حمام مريم؟ بغينا باش نحصلوا على العسل النحل وزيت اللوز الحلو يكونوا دافئين شيئا ما. نحركوهم في حمام مريم حتى تنحصلوا على واحد السائل ديال من هاد المكونين بجوج، ومن بعد احبائي الاعزاء نزولوهم من فوق النار، وغادي نضيفوا عليهم بعد ما نزولوهم فوق النار غادي نضيفوا عليهم ثلاثه المعالق كبار من ياغورت طبيعي، ثلاثه المعالق كبار من ياغورت طبيعي نضيفوها على العسل وعلى زيت اللوز الحلو، ومن بعد نحركوا هاد المكونات هذه كامله. نمروا العملية التطبيق فاش نبغيو نستعملوها على الشعر ديالنا، يا ريت اننا نستعملوها في الفتره فاش نبغيو نتوجهوا للحمام. ناخذوا يعني يكون الشعر ديالنا اول حاجه يكون ضروري تكون الفروه تاع الشعر ديالنا نظيفه باش نستافدوا من هذه الوصفه هذه. اول حاجه غادي نخلطوا هذه المكونات بثلاثه مع بعضها تكون دافئه شويه، تبقى دافئه باش نستافدوا مزيان من الوصفه. ندهنوا الفروه ديال الشعر ديالنا مزيان، ندلكوها بهاد المكونات هذه فاش غنحصلوا على خليط متجانس. ندلكوا به الفروه ديال الشعر ديالنا ومن الجذور حتى الاطراف، ومن بعد احبائي الاعزاء ناخذوا البلاستيك الخاص بالشعر ونديروه للشعر ديالنا باش لمده ربع ساعه الى 20 دقيقه. ثم نغسلوا الشعر ديالنا بالماء دافي والشامبوان كالمعتاد. وهذه الوصفه هذه نكررها قبل الاستحمام جوج المرات في الاسبوع. هذه الوصفه هذه احبائي الاعزاء كتلاحظوا النتيجه ديالها من اول استعمال بانها وصفه فعاله وكتعطي المفعول ديالها. مع الاستمراريه يعني في عمل هذه الوصفه هذه دائما غادي تحصلوا على واحد الشعر ناعم، ويعني وتعالجوا داك التقصف وتعالجوا الهيجان اللي تيكون في الشعر بهاد المكونات هذه. كيف ما كتعرفوا عسل النحل وزيت اللوز الحلو هما يعني مكونين غنيين على التعريف، عندهم عده فوائد بالنسبه للبشره ديال الجسم ديالنا ككل. تنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تجربوا هاد الوصفه هذه، وكنتمنى ايضا اللي ما فهمش شي حاجه يمكن له يطرح السؤال ديالو. وكنتمنى منكم ايضا احبائي الاعزاء انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم، وتنضموا ليا للصفحه ديال جروب على الصفحه ديال الفيسبوك جروب جرب وحكم. وكنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا يعني تنضموا ليا للقناه وتشجعوني بلايك باش دائما يوصلكم الجديد، والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.